شبابي كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى لقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. شكرا بزاف بزاف لكاع البنات اللي خلاو لي تعاليق زوينين، وشكرا بزاف حيت كتخليو لي بزاف ديال لايك. ما تنساوش تبعوني على انستغرام، غادي نخلي لكم في شي بلاصه هنايا. اليوم البنات انا فرحانه بزاف بزاف لاني توصلت بالكوريه اللي كنت كنتسنى هذه 20 يوم من داك السيد ديال نيهاو جولاري. المهم شي نيهاو جولاري كنتمنى نكون انا نطقتها، هي هذيك. ان شاء الله غادي نشارك معكم اشنو توصلت بيه داك الشيء الفريق ديال الفراعي واعر بزاف. ولكن قبل غادي نمشي وغادي نشارك معكم، ماشي انا، غادي ندير معكم ماما واحد البطبوط ديال المبتدئات ساهل ماهل شنطن كيخرج لك زوين بزاف. يلاه نمشي ورجع لكم ابري وجربوها البنات، راه كيجي لذيذ وساهل ما يغلبكمش. اليوم غنشارك معكم واحد المطيلعات، عندي زلافه ديال الفينو وجزاف ديال الفورس، عندي معلقه صغيره ديال الخميره عامره، هي كتو المهم ديروا شويه عشق نص ديال الخميره، عشق صغيره، الا كانت عشق كبيره ديروا عشق كبيره، وعشق ديال الزبده صغيره، وجوج معالق ديال الزيت البلدي. معالق ديال الملحه حسب الذوق، شويه تساليده اللي بغى يديرها، اللي مبغاش يديرها بلاش. عشق صغيره ما عامراش. يلا انا دابا غندير الاداء، نطيلعاتي هجنوا في العجينه. ايوا انا بدلت حويجاتي وغنرجع للمطيلعات. فاطمه غتعجن ونرجع ليكم انا. مدافيه طما المدافي وتكون مرخيه العجينه، تكون العجينه مرخيه، تكون مرخيه مزيانه باش يجيكم فشفش، باش يجيكم مطلوع غزال، وديك الريحه ديال الزيت البلدي والزبده كتجي زوينه. المهم ها هي العجينه، ها هي تكون مرخيه ماشي بزاف كاع باش تعرفوا. ها انتم تكون معلوكه مزيان، ودهنوها بشويه الزيت هاكا ها انتم صافي، وغتخليوها تخمر شويه طلع. المهم مرتاحوا، غادي نديهم ونجيبهم بشويه الزيت، وغادي تخلطي كاس ديال الفينو ونص كاس ديال الفورس، وديروا لهم شويه ديال الزيت بحال اللي غديروا الحرشه. ها انتم كبار يديرهم، شنو اللي بغى يديرهم صغار يديرهم، اللي بغى يديرهم كبار يديرهم. العجينه مرخيه، ها ايوا اختي. يلا المهم غنديروا شويه الطحين هنا ما يلصقش ليكم. ايوا ها انتما، ها هما المطيلعات كيفاش جاو، جاو بنان، ديجا كليناهم وحتى ساليت، عاد كملت تخبيز ماما خبزت شويه، وملي فطرنا وسالينا حيت عجناهم شويه معطلين. شوفوا غزالين، عرفتوا راه ما يمكنش البنات تيجيو مفشفشين، شوف مفشفشين، لو كان كراش نعطيكم تذوقوا كاملين فنين كيجيو. نوريكم الداخل كيفاش، شوفوا تبارك الله كيفاش مخيرقين ومتيقبين، شفتو هانتوما غزالين. جربوهم البنات خفاف، ديروهم الفطور مع الحريره، وتا في الايام العاديه تفطروا بهم، ديروهم الكسكروط مع العسل. مازال حنا راه مابقاش عندنا العسل، عاد باغي ان شاء الله نخرج نشريو، كيجيو فنين. تديري بحال ثلاث طبقات تما مخلفر واقيلا، هذاك كدير ثلاث طبقات ديال هذا ولا اربعه، وكيخبو وسطهم العسل وهذا والزبده، كيجيو بنان اصلا. هذا المطلوع تيجي زوين مع العسل، كيجي غزال. جربوهم البنات غيعجبوكم. رجعت لكم اكفيدات، انتم شفتوا ماما قالت لي مره بقيت دخليها معك في الفيديو، وهذا
ما كان البطبوط جا غزال غزال هذاك بامكانكم ديروه حتى معمر كيجي لذيذ بزاف وساهل شنطن. اليوم غادي نوريكم الحوايج اللي توصلت بهم من داك نهى. ولكن قبل بغيت نشرح لكم واحد القضيه. بزاف منكم قالوا لي رجوع عافاك شرحي لينا. هما عندهم الاثمنه رخيصه بزاف ولكن لايف غيزو اللي شويه رخيصه يعني شويه غاليه. كل ارتيكل كتخلص عليه واحد الثمن ولكن صراحه عندهم داكشي رخيص بزاف بزاف بزاف. حتى هما كتخلصي بكارت انترناسيونال كيوصلوه لك حتى للدار. داك المره وصلوني فشي 6 ايام ولا 5 ايام المهم كامله سيمانه. وهاد المره مع هاد الكونفينمون هادي تعطلوا شي 20 يوم هكاك. وصافي هذا ما كان الكاليتي البنات كي دايره الكاليتي خطيره بزاف عرفتوا. ميمكنش ميمكنش انا غادي نوريكم غادي تشوفوا. صدمتوني يا نيهاو هادشي اللي نقدر نقول لكم. صدمتوني يا نيهاو نيهاو صدمتوني عرفتوا يا البنات. المهم قلت لي رجوه كان حماق عليك بالحروز هكا انا ملصقه لكم هي شويه ديال الشفار شويه هذا. قلت لي رجوه كان حماق عليك بالحروز ما كان الحروز كاينش تصايب الشعر ما كاينش بيروكات ولكن بالمره نجيكم بالبيروكات. اول حاجه غادي نوريها لكم البنات اللي توصلت بها من هاد السيت ناري هاد السيكل البنات اللي خارج لاموض. شوفوا لي اش كتشوفوا لي كنشوفوا شوفوا الصك كيفاش داير وشوفوا لي الكاليتي شوفوا يا البنات الكاليتي ها هو عرفتوا الصك اللي ولاو عندهم هادو يد وحده هانتوما البنات. شوف انا نوريكم كيفاش كيجي نهبط لكم الكاميرا. شوفوا يا البنات كيفاش كيجي وما مديوش شتو شي حاجه مشيت عليه في الارض مزاطو داكشي مع تنصور كلشي مشتت. شوفوا يا البنات كيفاش كيجي غزال بزاف بزاف وحق الله. شوفوا التيشيرت الحاله ولا راه ضحكتي. شوفوا عرفتو ميمكنش ميمكنش شوفوا ليا خطير بزاف. وهذه البنات كان رخيص وهذاك بيدات كان رخيص بزاف بزاف بزاف. واش كنمشي 80 درهم واش كنمشي 70 درهم. شوفوا يا البنات الكاليتي اش نقول لكم. هاد تحمقني ويهز لكم التليفون بلاتي نوريكم. هانتوما انا عندي تليفون كبير غيهز لك التليفون هانتوما وغادي ديري فيه الفلوس وفيه هاد الجيب هنايا من الداخل. فن يا البنات عرفتو صحيح ماشي زعما مخيط وار وار صحيح صحيح. حمقني عرفتو كنت حمق عليهم كنت بغيتو في الشيبي ولكن قالوا لي ما بقاوش حيت شويه بيتي يجي مع كاع اللوينات. وهذا هو الصك الاول. نخلي لكم كاع الروابط في صندوق الوصف وغادي ندوزو لحاجه اخرى واللي هي لافيست لافيست لافيست. حتى هي كتبغاها في الصفر وما كانوش وما لقاوش ما بقاش عندهم. شوفوا لي البنات لافيست شوفوا البلازر واعر واش البنات ماشي بحال دوك لي بلازر ديال زارا. شوفوا الكاليتي البنات ومغلفه. شوفوا شوفوا من الداخل البنات خاصكم ضروري كارت انترناسيونال في اي سيت شينوا عادي جدا كتدخلي كتكوموندي ما عرفتش شحال ديال واش كيصيفطوا لي حتى انا الكوموند راه صيفطوا لي شي 20 يوم دابا هذه واحد طفرت انت فليا ايش انت فليا لافيست. شوفوا البنات شحال فنه. انا مع فيا شويه ديال التبشقيل هاد الصدايف هادو ما عجبونيش ديرنهم بحال في المارون ولكن انا خاصهم نورمالمون يديروا في الكحل يجيو نبدلهم وغنديرهم في الكحل فونسي باش غادي نلبسها مع شي سروال ديال الكوير ولا مع شي جين هكايا كحل وشي صنيديله ولا شي سبرديله ودي باردور غتجي لبسه زوينه ونقيقيه وديري معها الصاك وهانتي لابسه لبسه سامبل بلا ما تبقاو البنات تبقاو تشارجيو. الا بغيتو ندير لكم لوك بوك ونقعدكم نصائح في الموضه نقولوها ليا ناري عرفتو فنه. وجاتني لاصقه خديت الاس جاتني لاصقه. خذوا الطي ديالكم في لاسيت شينوا لاصقه لاصقه جاتني البنات. المهم مديوش على التربيز. شوفوا شفتو وكتجي طويله حتى المتحجبات هانتوما مضارقه والله الا حمقتني ما توقعتهاش تجيب بهاد الكاليتي هادي الجياب. والله الا الجياب ديال بصح عاد قلب الجياب هاد الشينوا ما كيديرش الجياب ديال بصح. يمكنك سديها هكا هادي راه تلبس حتى في البرد في راسكم راه تلبس حتى في البرد. هادي صراحه راه ماشي ديال الصيف 100% حيتاش تقدر تزمتك تقدر بنادم يلبسها بالليل هكا يكون الجو بارد. اما هي ربيعيه هكاك وتقدر تلبس حتى في البرد ديريها مع تقدر تلبسيها حتى في البرد ديريها مع اش كيقولوا ليه مع شي مونطو هكا يكون سخون وديريها هي لتحت مع الكوير السروال ديال الكوير وشي بروتكا تجي واعره وحق الله. ايوا صافي وهذه هي كانت رخيصه بزاف راكم عارفين الاسمين عندهم خياليه. حمقتني حمقتني غنوريكم واحد الحاجه واعره حتى هي واللي هي هاد النضيدرات. شوفوا يا البنات ها هما عرفتوا هاد النضيدر اللي خارج لاموض
واه كيجيو مسين اللي كيديروهم الكارديشيان وكيديروهم الميريكانيات بزاف. شوف عرفتي يا البنات، خاطر انا قلت راه يجوني كبار. شوفوا يا البنات، ولكن شوفوا ما تديوش عليا دابا، دابا غيبان لكم انهم جاوني كبار، وهذه غتقولوا راه جبوا ويلي شنو دوك النظاظر. هادو هاد النظاظر بالضبط ما كيجيوش مع الناس اللي دايرين فولار، وما كيجيوش انك ديريهم وتجمعي شعرك. كيبغيو حيت هما سبور بزاف، الا درتيهم مع الفورا يبقاو اي باسماء يبانو وجهك شكل. هادو كيجيو مع الناس اللي كيعرو شعرهم، هاد الستيل هذا كيجيو مع الناس اللي كيعرو شعرهم، تيكون شعرك بوكلي ولا مصايبه بوكلي ولا شعرك مصايب ومطلق، فهمتو؟ اما هكايا راه كيجيو حالتهم وانا دايره هاد الدره، شفتو هاتهم ستيلين بزاف. بزاف منكم غيعجبهمش وبزاف منكم غيعجبهم، ولكن هادو راه ستيلين. هادو راه وتلقاي وحده وجهها ضعيف ودايراهم الكاريتي فنين، وهادو راه كانوا رخاص بزاف. ما عرفتش شحال كانوا هادو، شوفوا واش كانوا 20 واش كانوا 15 واش، المهم رخاص رخاص بزاف بزاف يا البنات، واعرين واعرين. وتخيلوا تخيلوا يا البنات لقيت هاد الايفات هادو، ما عرفتش انا شنو هما، لقيتهم خاشينهم ليا في الصاك، ما عرفتش وي واش انا شنو قبي على راسي. واش غادي هنايا كيجيو مع لي روب، هادشي قلت لي بالضحك بحال شي بقره بقرا صافي. واش غتجي كوليا هكايا؟ ما يمكنش وي، ما فهمتش. ولا يجي زعما علاش يجي زعما هكا، يجي زعما تلبسي مع شي غوب هكايا يا البنات، ياك ما يجي هكايا مع شي غوب. لا ما عرفت، عفاكم البنات ما عطاوكش راحتكم، انا ربع المرات تنتكلخ لما كنت كلخت ما عرفتش. حق البنات الا بغيتي واحد الوصفه ديال الكرش خطيره يا البنات، انا كانت عندي واحد الكرش ما نقول لكمش عليها، حيت كنت كناكل البطاطا بالليل، وكنت كناكل طاسه مقليه بالليل وتنغلق بالليل، ودرت واحد الوصفه خطيره خطيره بغيت نشاركها معكم ديال الكرش، واعر بزاف تناو من الكرش. سمعتوا ولا بغيت عاوتاني تبقى ندير لكم واحد الحركات رياضيه تنديروا من شحال هذه كيخليوا الفورمه واعره، قولوها لي حتى هي في لي كومونتير. ودابا غادي نوريكم اخر حاجه واقيله، وغادي ندوزوا لواحد الحاجه اللي قبل ما تكون من اخر حاجه. شوفوا لي البنات هاد الصنيديله فن بزاف بزاف بزاف، خذوا يا البنات 30 خذوا زعما طاي كبر منكم، حيت انا كنلبس 37 وخديت 38 وهي هذه كانت وما صغيره هي هذيك. شوفوا الكاليتي شحال فنه جاتني هي هذه، كون خديت يعني 38 ديالنا هي 38 ديالهم هي 37 ديالنا. خذوا طاي كبر منكم بنمره باش ما تجيكمش الحاجه مزيره، جاتني شويه كبيره شويه ولكن هي هذيك، حيت الطالون ما كيجيش ان القزم ديالك يكون خارج بزاف. خطيره يا البنات، كتلبس كتجي فن 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 جليه مزغبين، كنت باغا نلبس هذيكم ما تندير لا لا صار لا والو كاسنا الدار. واش راه حمقك كيما داك تقول الهضره، كتجي بحال هكا وهادو نات. انا نوريكم البنات في يديا، كتجي بحال هكايا وكتجي هادي ها وهادي ها وكدور والله الا هي درتها دابا ندير لكم باش لوك بوك وكدور البنات. ها نتوما شفتوا حسبوا هذه هي الرجل كتجي بحال هكايا فنه، وكانت رخيصه حتى هي. هادو راه نايدي انا شي 300 درهم، كانت شي 150 درهم واقيله بحال هكاك، 140 درهم بحال هكاك. حمقتني البنات الكاليتي واعره. دابا غادي ندوزوا لاخر حاجه بدات، وغادي ندوزوا لاخر حاجه اللي هي هاد الخواتم هادو. ها نتوما انا غادي نديرهم لكم، عرفتوا هاد الخواتم هادو كنت ديجا كومونديتهم العام اللي فات من عند واحد البنوته وما طرات لهم حتى حاجه، ولكن تيبغوا الحفاظ. تخيلوا ما طرات لهم حتى حاجه، بحال لي الله حليتهم، بحال لي الله حليتهم فنين، خصهم غير الحفاظ. الا حطيتي عليهم يبقاو واعرين. هادو راه ما كيبغوش حيت تيبقى غير جالوق. بلاتي نتوما تشوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو خطيرين. شوفي يا البنات كيفاش كيجيو، شفتوا كيجيو فنين هادو مع التيشيرتات ومع تلبسو مع اي حاجه. بيسو ما غاديش تلبسو قال مع الكلاس تقول لا شي صباط مقمقم وشي شوميز ما يجيوش، لا شوف شحال فنين غزالين. دايرين هادو بحال دوك ديال النقره ديالنا اللي كيكونوا كيتباعوا في فاس وفي مراكش وهذا او تاني، فنين صراحه. وهادو كيجيو صغيورين، شفتي يا بنات حمقوني انايا. تمام واش كيدير الاضاءه؟ وهذا مكان كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شاركت معكم هذا وجابتكم على السؤال ديالكم حيت قلتوا لي راه جوا افك كيفاش نكومونديو من هذا السيت. كما قلت لكم ضروري يكون عندكم كارت انترناسيونال
كارت انترناسيونال حيت حتى شي واحد ما كتاش كلهم ما كاينش لي فريزون زعما ساعات توصل لك تخلصي وما عرفتش البنات ما بقاش عندي معاهم كونتاكت ما عرفتش واش كيديروا لي فريزون دابا ولا لا سولهم في السيت ديالهم والكوموند كدوزيها عادي اي حاجه عجبتك كديها الباني وكتجمعي المسائل ديالك وهذا مكان كنحماق عليكم ما تنساوش انكم تتبعوني على الانستغرام غادي نخلي لكم شي بلاصه هنا غادي نحط مسابقه واعره بزاف في هذوك الكساوي اللي كنت وريتكم شحال هذه وفيها مبلغ مالي كنحماق عليكم. Bisous.